قبل ما تفضجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابونيو فلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزاد. يا خاوتي درت الفيديو هذا باش نطلب من كل الجزائريين من كل الشعب الجزائري واحد الطلب، وعلى بالي كامل راح يستجابوا لهذا الطلب، وعلى بالي راح تكون فيه كما نقولوا رد فعل من قبل كامل الجزائريين، لانه هذا الامر يخص ابطال الجزائر، يخص ابطال الجزائر. كيفاش ما نسميوهمش ابطال وهما اللي ضحوا بانفسهم وشرفوا الجزائر احسن تشريف، وراحوا في عمل انساني بحت، في عمل بعيد كل البعد عن اي سياسة ولا حكاية بشار الاسد وما بشار الاسد، راحوا يعاونوا الشعب السوري وفقط هذا ما كان. وكطلب صغير من عند خوكم شرف الدين، اهبطوا لتحت خليوا اللايك تاعكم، لانه الرسالة هذه لازم توصل الى كل جزائري من الاخر، لازم توصل الى كل جزائري في خاطر رجال حماية المدنية. فخليوا اللايكات تاعكم، خليوا اللايكات تاعكم، وما تنسوش حاجة في التعليقات، افتخروا دائما وابدا بجزائريتكم، وافتخروا بأنكم جزائريون، هذه هي يا خوتي. المهم، رجال الحماية المدنية الجزائريين المتواجدين في سوريا، نحكي على تاع سوريا وليس تاع تركيا، في سوريا خلاص المهمة تاعهم انتهت هناك، المهمة تاعهم رسميا انتهت بعد انتشال جميع الضحايا، بعد انتشال يا إخوتي الكرام السوريين المساكن، وأيضا إخوتي إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الناس، راح يرجعوا بإذن الله إلى الوطن. نشوفوا الفيديو هذا يا خوتي. بعد الانتهاء من وغلق منطقة إسكان القصر يوم أمس على الساعة 10 ليلا بتوقيت سوريا، وقبلها غلق منطقة حي الصالحين والانتهاء من عمليات البحث والتأكد في المنطقتين والقيام بعملية مسح. كما سمعتوا يا خوتي، معنى الغلق، معنى الغلق انه لقوا جميع الضحايا، لقوا جميع الناس اللي قاسهم الزلزال، بمعنى انتهاء العمليات في هذه المناطق. يا خوتي درت الفيديو هذا باش نطلب منكم طلب، واللي هو لازم علينا احنا كجزائريين ان نقوم بتكريم كل رجال الحماية المدنية، ان نقوم بتكريمهم ونستقبلهم احسن استقبال، كي يوصلوا للجزائر يلقاو الشعب الجزائري واقف معاهم من الاخر يا خوتي. كيفاش الخنزين تاع الانستغرام والخنزين تاع التيك توك يتم كما نقولوا تكريمهم واستقبالهم، وهذو الرجال وهذو الابطال تاع الصح، هذو هم الناس الابطال تاع الصح، هذو يستحقوا أن نفتخروا بهم، ويستحقوا أن نكرموهم، ويستحقوا بزاف صوالح يا خوتي. وقد ما ندير والله ما راح نمدوا لهم حقهم كما نقولوا. تسمى أقل حاجة اللي يمكن نديروها هي أن نستقبلوهم أحسن استقبال إحنا كجزائريين من الأخر. نكملوا يا خوتي يسمعوا. وصلت الفرقة السينوتقنية للإنذاب المدرب والتأكد من عدم وجود أي ضحية، والتنسيق مع المصالح المدنية، السلطات المدنية هنا بحلب، الآن القيام بعملية رفع قاعدة الحياة والتحضيرات من أجل العودة إلى أرض الوطن. كما سمعتوا يا خاوتي راح يوليو إن شاء الله إلى الوطن، ربي إن شاء الله توصلوا بخير، وشكرا لكم من القلب، شكرا لكم من شاب جزائري، وشكرا لكم من كامل الشعب الجزائري، وعلى بالي كامل اللي راهم يشوفوا في الفيديو الآن راهم يفتخروا بكم وراهم يشكروا فيكم، راهم يشكروا فيكم من الأخر، هذه هي. ويستاهلوا يا خاوتي هذو الناس، يستاهلوا هذو الناس، شرفونا شرفونا يا خوتي. بينوا بلي الجزائر ما الهم تاعها ما لا انها تتدخل في السلطة تاع سوريا، لا تتدخل كذا لا كذا، الهم تاعها الوحيد هو اعادة بناء سوريا. هذو الجزائريين تدخلوا من اجل انقاذ الشعب السوري. وكاين حاجة ثاني نطلبوها من عند رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. يا رئيس الجمهورية يا عبد المجيد تبون، هذو الناس لازم تكرمهم انتايا، ويعني تكرمهم تكريم خاص بيهم من الاخر، خاص بيهم، جيبهم قدامك وتكرمهم وعادي جدا يا رئيس الجمهورية، لانهم ابطال ويستاهلوا، وكامل الشعب الجزائري راح يقبل هذا التكريم وراح يفرح بهذا التكريم.
هذه هي. والحاجة اللي حبيت نتكلم عليها أيضا أنه مش معنتها أنه الحماية المدنية الجزائرية كي تروح المساعدات الجزائرية راح تحبس ولا لا، لأنه المساعدات الجزائرية ما زالت مستمرة إلى الآن. نعم يا خوتي، اليوم الجزائر قامت بإرسال 3 طائرات لمساعدة الشعب السوري بكل بساطة يا خوتي. رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، المساعدات الإنسانية تشحن على متن 3 طائرات تابعة للقوات الجوية، وتأتي في إطار تضامن الجزائر مع الشعب السوري الشقيق إثر محنة الزلزال. رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، المساعدات قوامها 70 طنا وتضم أدوية ومستلزمات طبية لمصالح الاستعجالات وأفرشة ومياه ومواد غذائية، وكل هذا بلمزيتنا يا سوريا، وكل هذا بلمزيتنا يا الشعب السوري. أما أنتم يا المعارضين تاع سوريا والذين يعني يراكم تسبوا في الحماية المدنية الجزائرية وتسبوا وكذا، الآن بنت الأقنعة تاعكم وبنتم على الحقيقة تاعكم بأنكم أسوأ من النظام اللي راكم تتهجموا عليه، بأنكم أسوأ بزاف 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 من النظام اللي راكم تتهجموا عليه. كيف يا خوتي لسوري أن يقول لأخيه السوري علاش جبتوا له الدواء وعلاش داويتوه وعلاش سلكتوه وعلاش ما سلكتونيش أنا؟ يا أخي حالة، بركونا بلا تفرقة، بركونا بلا تفرقة، كلكم شعب واحد، راهم دمروكم، استخدموا التفرقة وفرقوكم وحطموكم تاع الصح، حطموكم أني نقولكم. شوفوا الحالة اللي وصلتوا لها، مانيش نحكي على الزلزال وإنما نحكي على التفرقة يا خوتي اللي راهي صارية بين السوريين. وإن شاء الله الجزائر يكون لها يد في لم شمل الشعب السوري، تدير كاش حاجة بربي إن شاء الله، وعلى بالي راح تديرها بربي إن شاء الله الجزائر، لأنه هذه هي عوايد رجال الجزائر، عوايد أبطال الجزائر. الجزائر ما هيش تاع خيانة وتاع أنها تبيع وتشري، الجزائر مباشرة خويا تاع أنها تساعد، تاع أنها تدير الصلح. شتول فرق شاسع وواسع، على بالكم بين شكون شكون يا خوتي. المهم كما قلت لكم نختتم الفيديو هذا بطلب آخر، ماشي طلب آخر وإنما تأكيد على الطلب الأول تاعي، واللي هو يلزم علينا احنا كجزائريين نكرموا الشعب، نكرموا رجال الحماية المدنية بأكملهم، نكرموا رجال الحماية المدنية بأكملهم من آل الزاد. جميع واحد شارك في تلك العملية يلزم علينا احنا ينكرموهم. وما ننساوش أيضا رجال الهلال الأحمر الجزائري يا خوتي، يعني نسيتهم، لا مش نسيتهم وإنما درتهم كشغل تابعين الحماية المدنية، تسمى رجال الجزائر، قلت أبطال الجزائر، يلزم نكرموهم من الأخر. هذه هي، وتحيا الجزائر دائما وأبدا، وتحيا الجزائر دائما وأبدا، وشكرا لكم بزاف يا رجال الحماية المدنية. تقولوا لي راك تشكرهم بزاف، يستاهلوا، ايه يستاهلوا نشكرهم ونبقى نشكرهم من لا. المهم يا خوتي نتلاقاو في فيديوهات قادمة، تحيا الجزائر دائما وأبدا، وتحيا الجزائر دائما وأبدا، والسلام عليكم يا خوتي. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.